حرية التعبير حما همامي. شو نقولوا فيه؟ اي معناتها نتكلموا بكل اريحيه. في انتظار نستناو. ماني مره قلت لزميلك الياس الغربي عامل تالي قلت له حضر شكون يجيبك القفه، اخر مره تعديت معاه قال لي تعديت على التونجونت. وقتها جاء المرسوم 54، هذا حق من حقوقنا راهو انا وياك نتكلم وكا، ما عطاهوش لينا قيس سعيد، قيس سعيد كان غايب في المعركه الديمقراطيه. ثم ناس استشهدت وناس عادات حياتها في الحبوسات، هذا فكيناه وباش نواصلوا بظوافرنا وبدمنا وبسنينا نحافظوا عليه.